أخيراً أخوتي، الخبرة الطبية ديال النزار خرجات بمفاجآت كبيرة وبمستجدات ساخنة في هذه القضية المثيرة للجدل، واللي كتعلق كما عارفين أخوتي بنادى حسي وزاكي ونزار، وحتى قريودة راه عندها اليد في هذه المعمعة كاملة. كل شيء عرف مؤخراً أن نزار السبيتي كان طلب من المحامين ديالو يجيبوا ليه شي وراق من دارهم اللي كتبتو انه ماشي في كامل قواه العقليه باش يخفوا عليه الحكم او لا يخرج براءه من التهم المنسوبه ليه. ولكن اخوتي السلطات فاش شدوا هاد الوراق ديال نزار بين يديهم وقراوهم، فعلا كيتعلقوا بان نزار ديجا كان متبع عن طبيب ديال الاعصاب لانه ماشي هو هذاك، لانه كيتعصب الى اخره. ولكن السلطات لقوا بان هاد الوراق قدام، يعني من واحد الفتره قديمه، وهذا علاش قروا من بعد انهم يعرضوا نزار على الخبره الطبيه باش يشوفوا واش فعلا هاد السيد راه يعني مازال انه ماشي في قواه العقليه كما كنقولوا حمق ومرفوع عليه القلم وما عارفش شنو كيدير، اولا الحاله ديالو تحسنات ونشوفوا من بعد اشنو غنديروا معاه، واش غيتحكم حتى هو بحالو بحال المتهمين الاخرين ولا غيخرج براءه ولا غيتخفف عليه الحكم. السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. الله يخليكم، قبل ما نبدا هذا الفيديو اعطيوني لي لايك ديالكم الله يسهل عليكم، ونبغيكم تشاركوني حتى بالاراء ديالكم في التعليق، والناس اللي كيدخلوا القناه ديالي لاول مره ابوناو عندي وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. المهم اخوتي كيف ما لاحظتم من خلال العنوان غنتكلم لكم في هذا الفيديو على النتيجه ديال الخبره الطبيه. تقريبا اسبوعين اخوتي والناس كيتسناو على اعصابهم نتيجه ديال الخبره الطبيه، لان نزار في حد ذاته كان معول على الخبره الطبيه وكان كيتوقع ان الخبره الطبيه غتكون ورقه رابحه اللي غيستعملها باش غيخرج من هذه الورطه وغيضحك على نادى حسي ويخليها كتعفن في الحبس موراه. وهنا غنبغي نذكر بعجاله التهم المنسوبه لنزار السبيتي في هذه القضيه اللي ولات قضيه راي عام في المغرب وولات قضيه مثيره للجدل. يعني القضيه اخوتي بدات من البوز ومن المعاطيه وبدات من التفرعين، الا بغينا نقولوا بدات من الزيغه حتى وصلت لما بين السلطات، والسلطات اخوتي كما قلت لكم ديجا في واحد الفيديو انهم سنانهم لوبيا ومحلفين ومغزفين على اي واحد غادي يبدا يجيب لهم هذوك شكايات تافهه من اليوتيوب والمعاطيه والبوز. يعني اخوتي كاينين دي يوتيوبر اللي كيدوروها صرف مع بعضياتهم وكيعيطوا لبعضياتهم في الكواليس باش كيبداو يتعايروا بالعاني ويطلعوا النسب المشاهده ويطلعوا الادسنس، وشنو كيديروا في الاخر فاش شي واحد كيخرج على السطر كيشد الاخر شكايه وكيدفعها لوكيل الملك بان هذا السيد عايرني ولا هذه السيده عايرتني ودارت ليا وفعلت ليا وتركت ليا، واللي كيهز الدقه هما المواطنين الدراوش والسلطات، لان السلطات في بلاصه ما انهم يعالجوا قضايا ديال الشعب اللي حيه وحقيقيه كيوليو كيضيعوا الوقت مع واحد الشخص اللي كان غير منوضها او مبلبلها في اليوتيوب ودير البوز، كيوليو مضيعين وقتهم معاه. عمر يا ما تعمر، سير انت اجي انت. يعني كما قلت لكم اخوتي السلطات ولاو محلفين على اي واحد يجيب لهم شي شكايه كتعلق بالسوشيال ميديا والمعاطيه وداك الهضره الخاويه، الا قلبوا لقاو هادشي كان غير بدافع البوز والكذوب والمعاطيه والوشايات الكاذبه غير ندموها على النهار اللي تزاد فيه. المهم اخوتي، اما بالنسبه للتهم المنسوبه لنزار السبيتي في هذه القضيه هو انه حقا زعما مارس على نادى حسي بقوه، انه تاجر فيها يعني كان كيمارس حتى القواده عليها، وانه كان كيسبها ويعيرها ويهينها في الفيديوهات واللايفات الى اخره. والنتيجة ديال الخبرة الطبية اخوتي اللي غتكون حصرية عندي في القناة هو انه نزار تبين على انه فعلا شويه ما مزقيش، يعني شويه عنده خلل في قواه العقليه، يعني انه ماشي واعي 100% على داكشي اللي كيديرو التصرفات ديالو والسلوكيات ديالو. ولكن من ناحيه اخرى خوتي اكدت الخبره الطبيه على انه شخص اللي يمكن لنا حتى هو نعاقبوه قانونيا بحاله بحال اي مواطن عادي. يعني اخوتي نزار ما وصلش لهذيك الدرجه اللي غنقولوا عليه صافي راه حمق، صافي راه مرفوع عليه القلم، ما غيتحاسبش،
ما غاديش نديو عليه الى اخره. لا، الخبرة الطبية اكدت ان نزار تهو غادي يدوز في الحكم وتهو غير تحكم عليه بحاله بحال المتهمين الاخرين. وروخا هكاك اخوتي، نزار راه كما كتعرفوا راه ما شادش 100%. نزار راه ديجا الناس كتعرف انه عنده مشاكل عقلية، انه ماشي ستابل، يعني ماشي مستقر ذهنيا، ماشي مستقر عقليا، كيدير بعض المرات واحد التصرفات اللي حمقى. ولا باقي كتعقلوا اخوتي، كان واحد العام ضرب الام ديالو وقجها حتى خرجوا عينيها، كون ما لطفش الله ودخلوا الجيران كون صافي راه قتلها وجاب اجالها. وهذا الشيء كامل اخوتي على من غيتقلب في الاخر، وعقلوا عليا، غيتقلب على نادى حسي. ما كنتمناو حتى شي واحد الحبس، الحبس واحد البلاصه خايبه، ولو بعض المرات راه كيكون عقاب مستحق لبعض الناس المجرمين اللصوص الى اخره. ونادى حسي كنتعاطفوا معها شي شويه لانها حامله، لانها كتبقى امراه، ولو حتى هي راه بخبيزتها وكانت دايره بزاف ديال البساله وطغات وتجبرات وتصرات، وهي مع كامل الاسف اللي غتهز الدقه وغتخلص هذاك الشيء كامل من الاول حتى الاخر. ولو هي في نظري اخوتي كتبقى ضحيه ديال الام ديالها، كيف ما ديجا قلت لكم في فيديوهات سابقه، الام ديالها اللي زيداتها لواحد الطريق اللي ما زويناش من سن المراهقه وما علمتهاش الصح من الغلط، وكانوا كيديروا كل شيء على قبل الفلوس وناسين المبادئ والاخلاق والشرف والكرامه الى اخره. نرجع معاكم شويه للموضوع ديال الفيديو اللي كيتعلق بالخبره الطبيه ديال نزار السبيتي. ولو ان اخوتي هذه الخبره الطبيه ما خرجاتش بواحد النتيجه اللي مرضيه بزاف، واحد النتيجه اللي في الصالح ديال نزار السبيتي، ولكن مع ذلك فنزار ما متابعش بحال نادى بشي تهم اللي ثقيله. اما نادى للاسف واخا هكاك، واخا حتى هي دارت حوايج خايبه اخوتي، كنقولوا مع الاسف، لانها حتى هي ضحيه للام ديالها، لانها حتى هي ما كملاتش القرايه ديالها، حتى القرايه كتعاون اخوتي مصداقا لقوله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. غير مؤخرا اخوتي قبل ما تشد نادى حسي في الحبس كانت حطات واحد فيديو كتقول فيه قال لكم الله غير دير النيه وبات مع الحيه. يعني اخوتي بكل تعاطف الى بغيتو وبكل شفقة على هاد السيدة، كتبان انها ما عندهاش واحد المستوى دراسي، واحد المستوى فكري وثقافي. يعني حلات عينيها على الام ديالها، والام ديالها للاسف راكم عارفين اخوتي الاخلاق ديالها، حتى هي البنت انجارفات مع داك التيار ديال الام ديالها، انهم باغين الفلوس وباغين يديروا فيلات وباغين يتشهروا ويوليو لاباس عليهم الى اخره. وحتى نزار زيد مورك عليها من جهته لانه ما بغاش يتنازل لهم، وراه نايضه حاله في الكواليس ما بين قريوده الام ديال نادى حسي وعائله نزار باش انهم يضغطوا على ولدهم ويتنازل نادى حسي. ونزار قال لهم نون يا كحل العيون، ما نتنازلش نادى حسي الا الى ما عطاوني 40 مليون على الضرر اللي ضروني، هلكوا لي صحتي، داو لي فلوسي، مرضوني، سحروا لي، وكلوني وشربوني البول، عز الله مقداركم اخوتي. وحتى الزكي اللي بغينا نهضروا عليه راه ما عندوش القضيه حامضه، لا هو ولا نزار في صراحه اخوتي. اللي عندها القضيه حامضه بزاف هي نادى حسي، اللي متابعه بتهم ثقيله جدا، متابعه بالوشايات الكاذبه، متابعه بتضليل العداله، ومتابعه بالخيانه الزوجيه، متابعه بشهاده الزور لانها كانت عطات الفلوس هي والام ديالها لواحد السيده كبيره، واللي كانت بالمناسبه طلعت مع يونس الزاكي في فيديو وسحبات كاع الاقوال ديالها، قالت انها ما كتعرفش الزاكي وانهم هما اللي جبروها باش تقول هذيك الهضره وعطاوها الفلوس وخدات من عندهم لانها كانت محتاجه. وشكون اللي عطاتها الفلوس اخوتي؟ هي قريوده، وهذا الشيء راه صرحات به شاهده الزور امام وكيل الملك. داك الشيء علاش كنقول لكم اخوتي، حتى قريوده تقدر تهود معاهم اي لحظه لانها دابا راه باقه متابعه في حاله صراح. المهم اخوتي، كان هذا هو الفيديو اللي كيتعلق بالنتيجه ديال الخبره الطبيه ديال نزار السبيتي اللي خرجات، وكان متوقع انها غتقلب الموازين وغتلعب لصالحه، ولكن للاسف نزار حتى هو غادي يتقدم للحكم بحاله بحال المتهمين الاخرين.
أما بالنسبة لندى حسي فهي اللي غتهز الدقة الكبيرة وذنوبها علمها، لأن تمها زادت لها فيه من الأول وهي اللي وصلتها لهذا الحالة، وكتبقى البنت صغيرة دينا حتى هي ضحية في هذه القضية، لأنها غتبقى بلا أم مع رجل الأم ديالها، واللي بطبيعة الحال ما غيقدرش يتهلا فيها بحال إلا كانت الأم ديالها حداها. ولو كنا كنشوفوا بعض المرات ان حتى نادى حسي ما كانتش كتهلا في بنتها كما يجب. وكنقولها لكم اخوتي دائما ان كاع هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم راه للعبره ماشي غير للفرجه. بنادم حتى هو خاصو يستافد من الاخطاء ديال الاخرين ويحاول انه ما يطيحش فيهم. المهم اخوتي خليوا لي لايك ديالكم، الله يسهل عليكم، والاراء ديالكم باش نعرف انتم كيفاش كتفكرون، عرفت انا فين غادي معاكم في هاد لاشين، واش كلشي مزيان، واش خصني نبدل شي حاجه، واش نخلي شي حاجه الى اخره. والناس اللي دخلوا عندي لاول مره الله يسهل عليكم، تنتوما تابوناو عندي، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، الله يسهل عليكم والله يعطيكم كل ما كتمناو، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في فيديو جديد وفي اخبار ساخنه واخبار حصريه. شكرا لكم والله يعاونكم.